كولوبالي. محمد الشناوي كمان بيعلن جاهزيته لمباراه تاون شيب. اخبار المحترفين معانا النهارده، في قلق في الاهلي السعودي كده من زياده وزن عبد الله السعيد، وانا ليا راي في الموضوع ده، ان انا شايف ان عبد الله السعيد كده خلاص احنا مش هناخد منه كره تاني. يعني شايف عبد الله السعيد من الصعب ان احنا نشوف عبد الله السعيد اللي كان يصول ويجول في الملاعب المصريه، وكان واحد من ابرز نجوم مصر وابرز نجوم الدوري المصري، وكان نجم النادي الاهلي الاوحد. احنا الفتره الجايه للاسف شديد صعب ان احنا نشوف عبد الله السعيد اللي كان نجم من نجوم الكره المصريه، والسبب واضح واللي انتوا عارفينه، ان اللاعب طبعا في الفتره الاخيره اهتم بحاجات كتيره جدا غير كره القدم، وزي ما نشوف كمان عمل اثاره وبلبله ما بين الاهلي والزمالك، وطبعا في الوقت دوت اختار الفلوس عن كره القدم. كمان العين الاماراتي بيتمسك بعبد الله الشحات، زي ما انتم عارفين طبعا هو بيضم رباعي اجنبي، وكان مفروض ان هو يتعاقد مع لاعبين جدد، لكن طبعا طيب احنا دلوقتي في خبر دلوقتي من نادي الزمالك، مصدر نادي الزمالك بيقول ان مصطفى فتحي، طبعا نادي الزمالك نجح في تمديد عقد مصطفى فتحي لمده 4 سنوات مقبله، والحمد لله خلاص يعني الازمه اتحلت ايه الموضوع الحمد لله ما بين الزمالك وبين مصطفى فتحي. وفي خبر تاني بيقول لي بس انا اشك فيه، ان الزمالك بيدرس طبعا حصول معروف يوسف على الجنسيه